إن شاء الله. السؤال يقول: من هو أول داعية في الإسلام؟ خمم 30 ثانية، خمم ليح وجاوب. أول داعية في الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا دعاة خلفاء الراشدين الأئمة، وبعد الأئمة كان أول داعية هو مصعب بن العمير. عودنا إجابة. مصعب بن العمير الإجابة. بالنسبة عندي يعني وليدي مصعب، صافي دير ما صعبش علي. اسمع لا، الإجابة صحيحة، صفقوا عليه خاوتي. السؤال هو مصعب بن عمير. مبروك عليك، مبارك ليك، راك فزت معنا بالجائزة. مخرج عطينا الجائزة تاعو، مبروك عليك. الإجابة كانت مصعب بن عمير، عفوا. وجهنا، شوف، وصفنا الفرحة تاعك، وصفنا الفرحة تاعك، وجهنا كلمة شعب الجزائر قبل ما يعني الفرحة تاعي والله يعني نقولوها يعني لا من الجانب تاع لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. يعني انا ربحنا بقفة هنايا تاع ان شاء الله نهدوها ولا نقسموها انا واخويا احمد، ونوجه الشعب الجزائري انه يعني يطلب العلم ولو القليل، ولو القليل، ولا الجمعة يسمع من الإمام. شكرا جزيلا. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.